الآن نتابع هذا الجزء من المؤتمر الخاص بمستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون من القدس المحتلة. نأتي بأي توقعات لهذا اللقاء، لكن هدفنا كان الالتقاء والنقاش، وهذا ما نفعله مع مستشاري الأمن القومي في حكومتنا، وهي من أجل تبديد أي ضبابية حول قضايا استراتيجية. وبالتالي النقاشات كانت بناءة، وكان هناك أيضا مباحثات ثنائية مع إسرائيل وأخرى ثنائية مع الوزير وزير مستشار الأمن القومي الروسي. وقمنا أيضا بزيارة أخذنا فيها رئيس الوزراء إلى وادي نهر الأردن وتعرفنا على تلك المنطقة. الآن نبدأ بتلقي الأسئلة. شكرا لك. هل لك أن تطلعنا على مطالب روسيا مقابل مساعدة إيران؟ وربما النزاع الأوكراني قد يكون ذو صلة في هذا الإطار. هل لك أن تطلعنا على مطالب روسيا؟ إن روسيا بالطبع واحدة من الدول النووية الشرعية الخمسة في العالم، وهذه دول من الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، ونحن نعتقد أن روسيا يجب أن يكون لديها مصلحة وقلق مساو لنا في حال انتشار السلاح النووي. وإيران هي دولة التي وقعت على الاتفاق النووي، إلا أن هناك أدلة متزايدة لانتهاكات إيرانية ليس فقط للاتفاق النووي، بل أيضا لمعاهدة الحد من انتشار التسلح النووي. والوكالة الدولية للطاقة الذرية وجدت أن إيران لم تفي بالتزاماتها لأنها تجاوزت الحدود المقبولة بالمفاعلات النووية، وبعض العناصر الرئيسة في الاتفاق النووي حول اليورانيوم المخصب والمخزون ومستوى المخزون من هذا اليورانيوم، كل هذه النقاط كانت مسائل مطروحة للنقاش. وكل هذا يبين أن إيران النووية تشكل تهديدا لأمن المنطقة، وأيضا سلوك إيران في دعمها للتحركات الإرهابية وأيضا نشاطها الصاروخي. هذه مسائل تم بحثها. نظيرك الروسي الذي قال أن سوريا لها الحق في السماح لقوات دولية في على أراضيها، كيف ترون انسجام هذا وهدف هذا الاجتماع بالنسبة للقوى الموجودة في على الأراضي السورية والتي تهدد إسرائيل؟ إذا الولايات المتحدة تود أن تتخلص من كل القوى الأجنبية الموجودة على الأرض السورية، وكانت هناك رغبة حثيثة من هذه القوى أن تبقى على الأرض السورية. إضافة إلى ذلك، فإن القوات الإيرانية هي مشكلة في العراق وفي سوريا وفي لبنان وربما اليمن وأفغانستان، وأشمل في ذلك أيضا أذرع إيران قوات القدس والميليشيا الشيعية وغيرها من الجماعات الإرهابية. لذلك فإن نشاطات إيران تشكل تهديدا، وكما هو واضح فإن وجودها في سوريا يشكل قلقا خاصا لإسرائيل بسبب
بسبب الحدود السورية الإيرانية التي تشكل مقربة تمكن الصواريخ الإيرانية من الوصول إلى الأرض الإسرائيلية. وقد شهدنا هذا الاستخدام أيضا للصواريخ في مناطق عدة. وإن أردنا أن نبحث مسألة سوريا فعلينا أن ندرس الصورة الكاملة، فكيف يكون لدينا استراتيجية للحيلولة دون إمكانية إعادة قواهم إلى الأرض السورية وكذلك أذرعهم. وقد خدنا بنقاش مفصل حول ذلك، وفي هذا الاجتماع الأول هذه أرضية أساسية تساعد الجميع لنفهم ما هي المواقف المختلفة لكل طرف. شكرا سيد السفير. هل هناك مخاوف من محاولة إيران للتدخل في ورش في مؤتمر البحرين مثلا، أن تقوم بهجمات؟ لقد شاركت إيران خلال الفترة الماضية بهجمات غير مبررة على ناقلات نفط وأنابيب نفط، وأسقطت طائرة أمريكية مسيرة، إضافة إلى عدد من النشاطات غير المبررة وغير المقبولة. مؤتمر البحرين هناك دائما بسبب المقربة الجغرافية، فسيكون للإيرانيين مصلحة بأن تواصل هذا السلوك العدائي، ونأمل أن يسير المؤتمر دون أي إعاقة وألا تكون هناك أي تحركات إيرانية. إيران قالت أنها لن تأتي إلى مائدة الحوار إلى طاولة الحوار إن لم يكن هناك رفع للعقوبات جزئيا. لو كانت إيران جادة بالحل ما كانت لتنتهك اتفاق الحد من انتشار التسلح النووي، وغلي كانت التزمت بكل الشروط التي فرضت عليها تعنت إيران وعدم سلوكها المقبول وسلوكها غير المقبول جعلها تخضع لمثل هذه العقوبات. وفي يوم في صبيحة يوم أمس تحدث الرئيس عن الضغط الأقصى من خلال فرض عقوبات إضافية صارمة على إيران، وقد نأمل من كل هذا أن يدفع ذلك بإيران أن تعود إلى طاولة الحوار. لكن إيران التي انتهكت معاهدة الحد من انتشار التسلح النووي أعتقد أنها ليس لديها ما يثبت جديتها ورغبتها بالعودة إلى الحوار. شكرا لك معالي السفير. وصفت إيران رئيس الوزراء الإسرائيلي كجزء من الفريق الرافض للحوار. أعتقد أنه سلوك طفولي، ولا أعتقد أننا في صدد التعليق على مثل هذا التصرف. بالنسبة للتصريحات الأخيرة من واشنطن التي قالت في البداية أن الرئيس كان يريد أن يشن هجوما ومن ثم تراجع، ماذا عن ذلك؟ أعتقد أن الرئيس تحدث بوضوح حول تفكيره ورأيه حول هذا الموضوع، وأنا أوضحت كما فعل وزير الخارجية وأيضا أعتقد أن نائب الرئيس بنس تحدث في برامج الأحد الصباحية الحوارية، تحدث عن كثير من الجوانب المتعلقة بهذه النقطة، وكان كل التبرير ينصب على أن إيران على أن الولايات المتحدة كانت تحاول أن تبدي للعالم قدرتها على ضبط النفس. لابد ألا يتم الخلط بين هذه النقطة وأن هذا مؤشر ضعف.
شكرا لك على هذا المؤتمر الصحفي في مؤتمر البحرين الذي سيتم افتتاحه اليوم. ماذا تعتقد أنه يمكن إنجازه هناك في حين أن تابعنا إذن هذا الجزء من المؤتمر الصحفي الخاص بمستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، حيث وصل بولتون إلى القدس المحتلة يوم السبت لبحث ملف إيران مع نظيريه الإسرائيلي والروسي، ولبحث قضايا أيضا المنطقة في اجتماع ثلاثي غير مسبوق مع نظيريه الإسرائيلي بن شبات والروسي نيكولاي باتروشيف. في الحقيقة أن تصريحات بولتون جاءت متعددة، ولكن الملف الإيراني كان له مساحة كبيرة، حيث ذكر بولتون الآن في هذا الجزء الذي استمعنا إليه من المؤتمر الصحفي بشأن إيران بأنها شاركت بهجمات غير مبررة على ناقلات النفط في الخليج، وذكر أيضا أن إيران تشكل تهديدا لأمن المنطقة بالكامل، وأن إيران تنتهج سلوكا خاص بها لأنها تدعم التحركات الإرهابية والنشاط الصاروخي. وذكر أيضا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول ضبط النفس، ولكن قد يتفهم البعض أن هذا مؤشر ضعف. ذكر أيضا جون بولتون بأن هناك عدة مسائل تم التطرق إليها خاصة بإيران، بأنها لو كانت جادة في الحوار ما كانت انتهكت الاتفاق الخاص بالتسلح النووي، بل كانت التزمت بكل ما هو مطلوب منها. ذكر في الملف السوري بأنه يجب أن يتم دراسة الصورة كاملة حتى نستطيع أن نتخذ استراتيجية، ويجب أن نفهم المواقف المختلفة لكافة الأطراف.